شاء الله يهيئ للصلاة. وعندنا سبب خطة ثانية هم يعني تقليدها. بس عندنا مو. ولاد بين قياسات صدق فاروس. مرتاحين على الشغل؟ الحمد لله. أحسن من الوحل وأحسن من الطين. من سويت الآليات مالتك هناك؟ متى سبت أستاذ إن شاء الله؟ لأن عندك أطلاب لازم ترفعها قيام طبعاً. إن شاء الله أستاذ. اليوم احنا في جولة مع السيد المحافظ والسيد مدير بلدية الموصل، بالإضافة إلى معاون المحافظ لشؤون الإعمار لعدد من المشاريع اللي تقوم بها مديرية بلدية الموصل بالإشراف عليها وتنفيذها ضمن خطط محافظة نينوى وبتوجيه ومتابعة مباشرة من السيد المحافظ. اليوم احنا في منطقة يارمجة الشرقية، هاي المنطقة اللي من المناطق التي تعاني عدم توفر شوارع مبلطة فيها وفيها نسبة كثيفة من السكن. تم اليوم إن شاء الله بناء القوالب الجانبية وتهيئة الشوارع لهذه الشبكة في هذه المنطقة لأعمال الصب إن شاء الله مطلع الأسبوع المقبل، إضافة إلى وجود مرحلة أخرى ومشروع آخر ضمن حي يارمجة الشرقية أيضا سيتم تنفيذه ضمن خطة تنمية الأقاليم اللي ستنطلق إن شاء الله قريبا خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة.